بسم الله الرحمن الرحيم لما نتكلم على الـ Discrete Probability Distribution أو التوزيعات الاحتمالية المنفصلة اه إيه هو الفرق بين الـ ال Discrete والـ الـ Continuous, ال continuous معناها إن فياخد أرقام صحيحة و, و لكن الـ أرقام صحيحة فقط إحنا هنتكلم الأول على الأرقام الصحيحة اللي هو ممكن ناخد عليه بعد كده اكزامبل على الباينوميال وعلى بواسون وعلى الديستريبيوشن أه هناخد بعد كده على الكونتينز بروبابيلتي ديستريبيوشن اكزامبل عليه مثلا النورمال ديستريبيوشن المهم انا هطلب ايه في البروبابيلتي ديستريبيوشن بالنسبه للديسكريت هطلب المين او الاكسبكتد فاليو ميو ايكوال سميشن اكس اوف بي اوف اكس الفاريانس سيجما سكوير سميشن اكس سكوير بي اوف اكس ماينس ميو سكوير الستاندرد ديفيجن سيجما ايكوال روت سيجما سكوير لما نيجي نتكلم على مسألة كده اهي مديلك ال x و b of x ما هو ده ال probability distribution رقم يقابله احتمال عاوزين ال mean وال variance وال standard deviation ال x ب 0 1 و 2 و 3 وال b of x 0.2 0.4 0.3 0.1 ومجموعهم لازم يكون 1 طبعا طيب هنحط الجدول اكس وبي اوف اكس دي الخانه الاولى والثانيه دول جيفن انا عشان اجيب الميو سميشن اكس وبي اوف اكس تعالى نعمل الخانه 3 اكس بي اوف اكس نضرب كل رقم في الخانه 1 في الخانه 2 يعني ايه كل رقم من اكس يتضرب في بي اوف اكس 0 تايم 0.20 1 تايم 0.4 0.4 2 تايم 0.3 0.6 0 0 3 تايم 0.1 0.3 السميشن بتاعهم 1.3 هي دي الميو خلاص سيجما سكوير سميشن اكس سكوير في بي اوف اكس ماينس ميو سكوير نحط على الميو دي سكوير طيب يبقى انا محتاج x سكوير بي اوف x طب ما تيجي نجيبها على مره واحده اللي هو نضرب 1 تايم 3 يعني zero zero zero, 0 تايم 0 .4, 0 1 تايم 0.4 0.4 2 تايم 0.6 1.2 3 تايم 0.3 0.9 مجموعهم 2.5 لان فعلا لو ضربت x في x ب of x يبقى x, x سكوير ب of x صح تقول لي طب ما انا ممكن اعمل x بعمل سكويرنج ل x وبعدين اضرب في ب of x صح برضو المهم ال 2.5 دي مش هي سيجما سكوير لسه انا بعد ما جبت ال x سكوير في اوف x هعمل ماينس الميو اللي انا لسه مطلعها 1.3 بس نعمل عليها سكوير تطلع 0.81 عشان نجيب الستاندرد ديفيجن او السيجما روت سيجما سكوير يعني روت 0.81 تبقى 0.9 لو حبينا نمثلها نمثل الاكس على الاكس اكسس والبي اوف اكس واي اكسس

مديلك لك الاكس من 0 ل 4 وبالبي اوف اكس 0.1 0.2 0.3 والثالثه دي كويشن مارك يعني انا عاوز اعرفها وبعدين 0.1 اللي هي ال 4 في مطلوب اولاني بقول لك في هات لي هات لي بروبابيلتي اكزاكتلي 3 ما هو طبعا نقدر نجيب الاكزاكتلي 3 exactly ان احنا نطرح 1 minus كل الـ probability اللي عندنا مش احنا قلنا السمشن بتاع البي اوف اكس لازم يبقى ايكوال 1 إذا 1, .1 يعني minus 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.1 يعني 1 minus 0.7 تبقى equal 0.3 طب عاوز probability less 3 uh, less 3 يعني ما ناخدش اللي بتساوي ناخد 3 يبقى ناخد 0.3 plus 0.2 plus 0.1 يبقى 0.6 طب عاوز probability more than 1 يبقى اذا ما اخدش ال 1 اخد من اول ال 2 0.3 plus 0.3 plus 0.1 يبقى 0.7 تعالوا بقى نجيب الميو والسيجما سكوير والسيجما هنحط x و b of x بالطول عاوزين x في b of x يبقى معنى كده 0 تايم 0.10 1 تايم 0.2 0.2 2 تايم 0.3 0.6 3 تايم 0.3 0.9 4 تايم 0.1 0.4 ناخد السميشن 2.1 هي دي الميو طب ما تيجي نجيب عشان نجيب السيجما سكوير نجيب اكس سكوير في بي اوف اكس نضرب 1 في 3 على طول يعني الخانه الاولى اللي هي الاكس في الخانه الثالثه اللي هي اكس في بي اوف اكس يلا Zero time zero zero, time 0 times 0, .2, time 0, 1 times 0.2, 0.2, 2 times 0.6, 1.2, 3 times 0.9, 2.7, time 4 times 0.4, 1.6, نجمع يطلع 5.7. الميو قلنا 2.1 خلاص السيجما سكوير هناخد ال 5.7 نعمل ماينس 2.1 اللي هي الميول اللي احنا لسه جايبينها بس سكوير تطلع 1.29 نجيب لها الروت تطلع 1.14 يبقى اذا السيجما ب 1.14 تعالوا نحط نمثلها على في بجراف

والبي اوف اكس عندنا عاوز ميو سيجما سكوير وسيجما نعمل اكس في بي اوف اكس يبقى نيجاتيف 2 تايم 0.1 نيجاتيف 0.2 نيجاتيف 1 تايم 0.3 نيجاتيف 0.3 0 تايم 0.1 0 1 تايم 0.2 0.2 4 تايم 0.3 1.2 نجمع يطلع 0.9 يبقى هو ده الميو نجيب X square في B of X يعني 1 في يبقى يبقى 3 يبقى negative 2 times negative 0.2 يبقى 0.4 negative 1 times negative 0.3 يبقى 0.3 0 times 0 0 1 times 0.2 0.2 4 times 1.2 يبقى 4.8 نجمع يبقى 5.7 هنطرح منها 0.9 square عشان نجيب السيجما square تطلع 4.89 نجيب لها الروت عشان نجيب سيجما